هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جايبة قراءة عاطفية لبرج الميزان، رح أحاول أحكي عن الأحوال العاطفية، رح أشوف المشاعر، نوايا الحبيب، وإلى ما ستؤول علاقتكما أنتما بعض. كذلك رح أتحدث عن عزاب برج الميزان. هل يعني في قدوم شخص جديد بحياتكم يا برج الميزان؟ اوكي، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي وتدعموني. والناس اللي بدها تتواصل معي بقراءة خاصة تبعت لي على الايميل موجود بصندوق الوصف. ما تنسوا كذلك على انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. حاولوا تشوفوا اي برج او اي قراءة تناسبكم اكثر، وهناك احتمالية انه تكون القراءة عكسية. اوكي، رح بلش ببرج الميزان. بداية يا برج الميزان، عم شوف انه حاليا عم شوفك كتير زعلان من الحبيب. ممكن عامل بلوك، ما بتحكي معه، ممكن مبتعد كتير، عم شوف في بعد عن الحبيب. وحتى كذلك في خصامات وابتعاد. ممكن عامل بلوك على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اللي من يعني من فيسبوك وواتساب انستغرام، اي شيء من هذه المواقع. عم شوفك عمل بلوك وما عم تحكي. كذلك عم شوفك مبتعد عن الحبيب. عم شوف في خصامات انت والحبيب. كذلك عم شوف الحبيب بهذا الوقت. اوبس، كأنه كمان هذا الإنسان عم يحبك بحب كبير وحب كتير قوي، بس عم يخفي مشاعره تجاهك. هذا الإنسان عم يخفي مشاعره، كتير زعلان على ابتعادك عنه، بس بده ترجع لإله. ايه، بده ترجع. وبالرغم من انه عمل بلوك كذلك، او ما بيحكوا ومتزاعلين مع بعض انتو يا برج الميزان، بس عم شوفه لهذا الشخص يحمل بقلبه كتير مشاعر قوية نحوك. كمان عم شوفك انت يا برج الميزان كأنه بدأت خلاص بدك بداية جديدة بحياتك. بتبحث عن أشياء أخرى. ممكن للبعض من برج الميزان بدهم بداية جديدة مع الشريك، كأنه بدك تعطي فرصة لهذا الشريك. عم شوف للبعض، لأنه الدفول بتعني البدايات، كأنه بدك تعمل أو تعطي فرصة لهذا الشريك تحكوا مع بعض. للبعض منكم كذلك عم شوفهم بدهم يبحثوا عن أشخاص جدد، خلص ملوا من هذه العلاقة أو ما شافوها جيدة بالنسبة لهم. كذلك عم شوف الحبيب حاليا كتير تعبان من دونك، عم يفكر فيك في تفكير كتير طويل. هذا الشريك على فكرة بيحبك كتير وعم يفكر فيك كتير، بالرغم من انت يا برج الميزان حاولت انه تقلب الصفحة وتشوف حياتك، بس هو بضل بيفكر فيك. كتير تعبين هذا الانسان من دونك. كذلك عم شوف نيته انه ترجع لبعض، بس هو بيقاوم، يعني بيحاول يبين لك انت يا برج الميزان على انه كتير قوي، وما يعني ما بيوشي ومش مفتقدك، بس هو من داخله بيتألم كتير. عم شوف كذلك على انه الاشياء اللي ما بتحبها فيه،
ممكن أنت بتشوفه يا برج الميزان على أنه قولا بلا فعل، كأنه هذا الإنسان وعدك بكتير أشياء وما أوفى بها، كأنه كان بيحكي لك عن الزواج، كأنه كان بيحكي لك عن أشياء أخرى بس ما أوفى بهذا الشيء. للبعض من برج الميزان كان حاسس أنه في خيانة، وممكن أنت شفت هذه الخيانة بأم عيونك، وكذلك شفت كتير أشياء أزعجتك أنت يا برج الميزان. كذلك أو الأشياء اللي حببتك بهذا الشريك هو نجاحاته العملية والمادية، كتير ناجح عمليا، كتير أوقات بيتغزل فيك، بيعمل حاله، يعمل لك أشياء تساعدك انت يعني بعض الأوقات، بس انت ممكن ما تحملت خيانته وما تحملت ما تحملت يعني الكلام اللي ما شفت منه شيء. كذلك عم شوفك يعني هو ما بحب فيك، على انه كل ما تتزعلوا مع بعض انتو بتعمل له بلوك، ما عم تحكي معه، خلص بتسكر الابواب وبتخليه هيك يعني متعلق، بس يعني كأنه دائما أنت بتعطيه فرصة. يعني كل ما رجعت لطبيعتك وهديت يا برج الميزان بتعطيه فرصة للرجوع. ممكن هذا الشيء هو الذي يأمل فيه، يأمل أنه تعطيه فرصة لما ترجع الأمور إلى نصابها يا برج الميزان. كذلك عم شوفك بدك يرجع لك هذا الشخص، بدك يا برج الميزان أنه يطلب السماح منك، انه يطلب. كتير انت زعلك هذا الشريك، كتير اتعبك، ممكن خانك، ممكن كتير اشياء ما كانت جيدة ابدا، وحاليا هو حس بندم وتعب كتير قوي، بالرغم من انه بيبين على انه قوي ومش على باله ولا همه يكون معك، بس هو كتير تعبان. يعني الأبراج اللي عم تطلع عندي بالقراءة، بيطلع عندي برج الأسد، برج العقرب، برج الميزان، كذلك حتى الجوزاء، الثور، وكذلك حتى الحوت. بس كل الأبراج طالعة بهذه القراءة. يعني إلى ما ستؤول هذه العلاقة بالشهر يناير، عم شوفكن انه هذا الشريك او العلاقة رح تتحول يعني تدريجيا، يعني رح تموت تقريبا. يعني انتو حاليا مو بتحكوا مع بعض لانه هيك بيطلع عندي بالورق، بس يعني لما رح ترجعوا مع بعض رح تتغير الامور، كأنه رح يحصل شيء رح يخليكم رح يخليه هو وانت تشوفوا العلاقة هل ستنجح لنكون مع بعض او خلاص ننهيها ابدا وكل واحد يروح لحاله. كأنه رح تتخذوا قرار، هذا القرار لا رجعة فيه، يا اما تتصلح العلاقة يا اما نبتعد عن بعض. رح يكون في قرار حاسم بهذا الشهر معك ومعه، ممكن تحكوا مع بعض وكل واحد يحكي اللي بقلبه، يا تبتعدوا يا تضلوا مع بعض. كذلك عم شوف للناس العزاب اللي بينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم، ممكن انت عم تراقب شخص من بعيد يا برج الميزان، وخاصة عزاب برج الميزان، عم تراقب شخص ممكن يكون متزوج، ممكن كذلك عم تشوفه هو الشخص الذي بدك تتزوج فيه، تحسه انه شخص يناسبك، بتحلم فيه، متعلق فيه كتير، بس انا مشوفه لانه هذا كله براسك، كله بتفكيرك، مش حقيقة ابدا. يعني إذا بدك هذا الشخص لازم يكون في يعني كأنه تصارحه، إذا عندك الجرأة أنه تصارحه أو تعمل أشياء أو حيل لا 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 يكون معك هذا الإنسان، لأنه يعني ممكن هو مو منتبه أبداً. ممكن انت تكون بس يعني شخص معجب. ف
فقط شخص معجب فيه ومو عارف هو أبدا. رح أحاول أشوف الأوراكل كاردز شو بتعطيك يا برج الميزان كنصائح. بشوف أنه في purification، كأنه في دعوة لتعمل ديتوكس لجسمك ولعقلك. إذا في أشياء عم يعني بدنك عم تحسه كتير تعبان وكتير مريض أنت يا برج الميزان، حاول إنه تعمل ديتوكس، يعني تنقية للجسم والتنقية حتى للفكر من الأفكار السامة. حاول يعني يعني فكرك يصير فكر إيجابي أكتر. بيقول لك انه لما تشيل افكار، يعني افكار الخوف وافكار الاشياء السلبية براسك، السلام يأتي اليك ويصبح حقيقة. يعني انا كأنه بحس انه انتم يا برج الميزان، كأنه انتو خلص كنتو بتحكوا كلام جارح بيناتكم، كانوا العلاقة ما صارت صحية ابدا. لهيك انا عم شوف في دعوة للتنقية، تنقية العلاقة، تنقية فكرك، تنقية كتير اشياء. كمان انا عم شوف انه دعوة كذلك على انه لما بتفكر بالسلام، لما بتشوف الحياة من منظار اخر، يأتي اليك السلام ويأتي اليك الأشياء الإيجابية. حاولوا تنقوا فكركم أكتر. كمان هون بقول لك هيدي ورقة تانية، يعني أنه كل المحن اللي مريت فيها برج الميزان، بس هي طريق لتصل إلى الحقيقة، يعني لتصل إلى شخصية قوية، لكتير أشياء إيجابية. ما تعتقد أبدا على أنه الأشياء اللي بتمر فيها ما حاليا ما كانت إيجابية بالنسبة لك، يعني شيء سيء أبدا. ما تشوفها هيك، شوفها على أنه هي طريق لتجعلك شخص قوي، لتجعلك يعني بتشوف الحياة بمنظار آخر. حاول أنه تفكر بشكل من الإيجابية برج الميزان، ويعني دائما تشوف حتى السلبي إيجابي. كمان هون بقول لك انه تفتح طاقتك انت لتستقبل يعني طاقة جديدة. يعني هيدي دعوة انه تكون يعني منفتح لأناس جداد، ما تكون مسكر على حالك، كذلك ما تكون يعني سلبي، حاول تكونوا ايجابيين. لهيك انا ادعو الى الإيجابية. رح أعمل فيديو على فكرة، رح أشرح فيه علم الطاقة، ورح أشرح فيه علم التاروت، لأنه كتير عم يجيني أنه سحر وأنه هيك. لا، رح أحاول أحكي عن ما هو علم التاروت، واللي هي قراءة التاروت ليش بقى، وليش عم مثلا أحكيك أو تزبط 100%، وليش أنت بتحكي لي حياتي. ورح أحاول أحكي عن هذا الفيديو بالضبط فقط للتوضيح، لأنه في كتير مغالطات عند الناس وما عم يفهموا شو هو التاروت ولا علم الطاقة. بشكركم يا برج الميزان، و بتمنى لكم كل الخير، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لإلي، وشكرا لكم.